فريق اتحاد عنابة. والركنية مرة أخرى بعد انطلاقة من مواز رمزي، العودة من مرزقة للتغطية وللركنية، عدة الركنيات. قلت هل الكرة الثابتة هي قوة فريق اتحاد عنابة؟ كرة مرفوعة في القائم الثاني من قاضي تصطدم بالدفاع، أخذ ورد رأسية، هل ما فيش وضعية تسلل؟ لا ما فيش وضعية تسلل للهدف الأول، ما فيش وضعية تسلل للهدف الأول من عادل معيزة. عادل معيزة يحرر الجميع، كان في وضعية جيدة في غفلة من دفاع فريق اتحاد بسكرة على مشرف منذ 20 دقيقة الأولى، وفرحة كبيرة بالمدرجات. معيزة يعيد الروح إلى المدرجات ويفجر مدرجات ملعب التعطاش بايبي عنابة بهذا الهدف الأول المباغت لدفاع فريق اتحاد بسكرة بعد هذه الركنية المنفذة بدقة كما نتابع من ناصري. كرة في أول المطاف اصطدمت بأحد اللاعبين، في المرة الثانية معيزة هنا دون مضايقة يتمكن من مباغت الحارس بالإعلام وسط المهاجمين، ويبقى بالنسبة للاتحاد وللأنصار لا يهم من يسجل، المهم هو التسجيل. أكثر من مرة عناصر اتحاد عنابة وجدوا نفوسهم متحررين من الرقابة في الوقت اللي تبقى لمصلحة اتحاد عنابة. لا ضاعت من قادري لأن التغطية كانت موجودة في الأخير من بولدياب بلال، هو الذي غطى الكرة وتركها تخرج إلى التماس لمصلحة فريق ولمرازقة، توصل مرازقة، ضاعت منه مرازقة واسترجع قادري وانطلق أيضا رفيقه من هناك، انطلق ناصيري أيضا اللي كان وراء تنفيذ الركنيات. ناصري يغطي كورتو، يبحث عن المساعدة، ينتظر دائما عنده الكرة، الضغط عليه ويستفيد من خطأ. بيدكا حافظ على كورتو، بيدكا ناصري الشريف لاعب اتحاد حجوت الموسم الماضي، أول موسم له مع فريق اتحاد عنابة، والتدخل كان واضح من كباري لاعب اتحاد بسكرة. من على الصورة يرتكب الخطأ في منطقة نقدر نقول في مثل هذه الحالات الخطأ ومعه الخطر أيضا على مشارف منطقة العمليات. في الوقت الحارس فارس بلال ينظم في دفاعه، مسؤولية الحراس في الكرات الثابتة مسؤولية كبيرة حتى يسد كل الفجوات ويحط الجدار في المكان المناسب. الهمامي ناصر هو الذي سيتولى تنفيذ هذه المخالفة، راح يرفعها صوب القائم الثاني خلف المدافعين. صراعات موجودة مرفوعة، الرأسية تبقى لمعيزة، وتسديدة والهدف الثاني، التسديدة والهدف الثاني لاتحاد عنابة من خارج منطقة العمليات. يتمكن اتحاد عنابة من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب الظهير بن عطسو أحسن، هو الذي سجل الهدف الثاني. وفرحة هستيرية لهذا اللاعب، للمدافع بن عطسو أحسن ولعناصر اتحاد عنابة ولأنصار اتحاد عنابة أيضا بالهدف الثاني بعد مرور 25 دقيقة. في ظرف 5 دقائق اتحاد عنابة يتمكن من تسجيل هدفين، هذه المرة كرة مرتدة كما نشاهد، التغطية غائبة، اللاعب المدافع جاء من بعيد وعلى منطقة العمليات، على خط منطقة العمليات يرتكز على اليمنى ويسدد باليسرى ويوقع الهدف الثاني لاتحاد عنابة. أصبحت النتيجة هدفين لصفر في ظرف 5 دقائق فقط، اتحاد عنابة يسجل هدفين وفي كل مرة عن طريق المدافعين. وثلاث لاعبين لم يكونوا مراقبين كما يجب. اللاعب الأول